أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. صامد مرحبا بك في الجزيرة. أول حاجة الله يبارك فيك. المفاجأة هو العمل المشترك بينكما بين سيموس دراتي. بغيت يعني بعجالك كيفاش جاتك الفكرة يعني الاشتغال مع سيموس دراتي؟ سيموس دراتي جي توجور ايتي فان دو لوي. ديما كان كيعجبني. علاش؟ لأنه بدا من والو ومن والو دار شي حاجة وما عمرو ما تشكى. انا تلاقيت سدراتي جوج مرات كنسولو على خدمته كي غادي ديك شي مزيان ومكرفس كان في الاول باش يلاه بدا. ما عمرو تشكى، ما عمرو جا قال لي شي واحد بغى يدير لي العصا في الرويضه، ما عمرو جا قال لي ما حملونيش. ولكن كيعجبوني الناس بحال هكا اللي كيتحملوا المسؤوليه الادبيه ديالهم في الاشياء اللي كيبغيو يديروا. وجرى اقتراح باش نخدموا انا وياه في برنامج. قدمت الفكره لدوزيم وخدمنا عليها وهذا. كان طبعا عندي الوقت وعندي الوقت باش نفكر وباش نخدم وباش نوجد برنامج جديد. وقلت بانه احسن واحد يقدر يكون معايا هو سيموس دراتي، وكنظن ان شاء الله بانه غيكون هو ناجح جدا. يمكن كثر مني في داكشي اللي غيدير، وانا كنتنبأ ليه بانه يوصل بعيد. صامد كنتمنى لك التوفيق انت وسيموس دراتي ان شاء الله. واخر كلمه يمكن لك انك توجهها للفان ديالك ولجريده اشواق. تبارك الله عليكم، الله يكمل عليكم بخير. لي فان، شوف انا ما كنعترفش بهذا الباز الفان بيز وهادشي ديال لي فان. انا كنقول بان المغاربه كاملين اللي كيعرفني راه كيعرف واحد السيد كيدوز في فازا كيحاول يهضر بواقعيه كيبغي بلادو، وهذوك الناس انا كنبغيهم ما كنعتبرهمش لي فان. لان ملي كتقول فان كطلع واحد الفوق وكتخلي الناس لتحت. لا، حنا كاملين بحال هذوك الناس يمكن كيحترموني، ولكن بان لهم نفس الاحترام لانه واحد حاجه تعلمناها في الصغر هي احترم تحترم، ما فيها لا هضره لا جوج. اذا الى انا ربحت الاحترام ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي كيقدروني، هذاك هو الفضل بالنسبه لي. ما عمرني غنعتبرهم ضيفان، بالعكس كنعتبرهم ناس مغاربه حرار زوينين كيحترموني. واللي ما كيبغينيش غنحترمو، ما كاين حتى شي مشكل. علاش؟ لانه يقدر يكون ما كيبغينيش على حاجه اللي عنده فيها الحق، وهذه مساله انا كنحترمها كثير. يقدر يكون ما كيبغينيش على ود شاف عليا شي حاجه وانا ما انتبهتش، وهذه المساله كنحترمها. وكاين الناس اللي متشائمين ما كيحمل حتى شي واحد، هذاك خصك دعي ليه بالهدايه باش يولي يبغي تا راسو. صافي، شكرا لك صامد.